طيب دي الاجزاء اللي هنتناولها في الكورس ان شاء الله بقدر الامكان كلما يعني سمح الوقت، يعني مش هنختصر فيها الا لو الوقت زنقنا يعني، لكن ان شاء الله في اول الابواب اللي هيديها الدكتور هشام اللي هي البي جي تي ترانزستور امبليفايرز والموسفيت ترانزستور امبليفايرز والفريكوانسي ريسبونس بتاعهم، هيدي الفيدباك امبليفايرز في النوعين البي جي تي والموسفيت، وبعد كده هيدي الديفرنشال امبليفاير ان شاء الله. ده الاجزاء اللي هيديها الدكتور هشام. الاجزاء دي اللي بنسميها الديسكريت سيركتس، يعني هنا الدوائر اللي هتدرسوها هتبقى مكونه من كومبوننتس ترانزستور ريزيستنس كاباسيتنس، يعني هتدرس كديسكريت كومبوننتس وتشوف البرفورمانس بتاعها. الاجزاء اللي انا هدرسها اللي هي الاوبريشن امبليفايرز، الاول هندي هي الاوبريشن امبليفايرز ومكوناتها، وبعدين هندي الابلكيشنز بتاعتها سواء بقى في الايديال كيس او في البراكتيكال كيس، بعدين هندي المالتي فايبريتورز والتايمر سيركتس، بعدين الباسيف والاكتيف فلترز، وفي النهايه الادفانسد باور سبلاي سيركتس ان شاء الله. يعني ان شاء الله ده اجزاء بتاعت الكورس. الريفرنسز بتاعتنا في كتب دي تكست بوكس معروفه، كتاب بتاع سيدرا اسمه مايكرو الكترونكس، والكتاب بتاع جيكوب ميلمان برضه اسمه مايكرو الكترونكس. دي الريفرنسز اللي بنشتغل منها. دي الاجزاء الخاصه بالكورس بتاعنا ان شاء الله. بنراعي في الكورس هدفه ان انت ازاي تعمل تحليل للالكترونيك سيركت، يعني لو عندك سيركت تفهم هي ازاي بتشتغل وتقدر تحللها وتشوف البرفورمانس بتاعها. ده اول اوبجيكتيف، يعني اول اوبجيكتيف اناليسيس اوف الكترونيك سيركت والفهم بتاع البيهيفير بتاعها. الاوبجيكتيف الثاني ان انت تقدر تعمل ديزاين للالكترونيك سيركت، ازاي تعمل ديزاين للالكترونيك سيركت، او بمعنى اخر لو انت عندك كونفيجريشن معين وعايز تغير فيه، طب البرفورمانس يحصل فيه ايه؟ طيب لو عايزين نعمل حاجه عشان نغير نعمل حاجه معينه يبقى نعمل ايه؟ يعني هي فيها جزء فيها ديزاين. الاوبجيكتيف الثاني هو انك تتعلم انك تنفذ الكترونيك سيركت، يعني الكورس بتاعنا بيشمل بروجكت. بروجكت يبقى انت هتنفذ حاجه بايدك، هتنفذ حاجه بايدك جزء مرتبط بالمنهج اللي انت خدته، بحيث ان انت تستطيع ان انت تعمل له تصميم او تعمل فيه تغيير او تعمل فيه تحديث. يعني احنا هندي لك البيزك بتاعت البروجكت وانت ممكن تعمل فيه تعديلات وتعمل فيه تحسينات، او لو واحد عايز يعمل تصميم لدايره من دماغه بس يشرحها لنا ويقول انا هعمل كذا وكذا وكذا، ما فيش مانع. البروجكت ده عليه 10 درجات عمل سنه عشان الكل يكون عارف. عمل السنه بتاعت الماده من 40، ال 40 متوزعين كالاتي: 20 على ال 100 ترم و10 على البروجكت و10 تانيين على الاكتيفيتيز والحاجات اللي هي في السكاشن والكويزات والحاجات بالشكل ده. دي توزيع اعمال السنه بتاعت الماده ان شاء الله. اذا الهدف بتاع الماده ان انت تعمل اناليسيس، تعمل ديزاين، تعمل امبلمنتيشن للالكترونيك سيركتس. تعمل امبلمنتيشن للالكترونيك سيركتس. انا زي ما كنت، انا كنت يعني قبل كده كنت بعمل كتاب للماده، حاليا ما بعملوش. المهم يعني كنت كاتب على الكتاب انجوي الكترونكس، الفكره ان انت تبقى فاهم الماده مستمتع بيها، بتقدر ان انت تنفذها بايدك، فلما بتنفذ بايدك احساسك بالماده بيختلف تماما عن مجرد سماع، عن مجرد سماع. وبالتالي احنا الهدف بتاعنا ان انت تفهم الالكترونيك سيركتس وتنفذها وتستمتع بتنفيذها ايضا. ده هدف.
فالكورس وان شاء الله كل الـ 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 السنين اللي فاتت كان الحمد لله الاغلبيه بتاعت الشباب يعني انبسطت معنا في الكورس وما كانش فيه اي نوع من المشاكل. بيراعى في الكورس ان هو يفيد الثلاث تخصصات. يعني ايه موش؟ يعني طبعا انا والدكتور هشام احنا قسم اتصالات، لكن احنا مش مصممين، مش عاملين الماده لقسم اتصالات، عاملين الماده بحيث تنفع لكل التخصصات. يعني ما يعني الكورس مجهز ان هو يخدم كل التخصصات. ف انا بالنسبه للمحاضره لو سمحتوا انا ما عنديش اي مشكله ان اي حد يسال اطلاقا مع الاحتفاظ بالهدوء، بس يعني اي حد مش فاهم حاجه يرفع ايده هجاوبه على السؤال، مفيش اي مشكله ان انا اجاوبك على سؤالك اطلاقا، بس اللي انا مطلوب منكم هدوء فقط، هدوء وانك تتفاعل معايا زي ما انت عايز، اسال اعمل زي ما انت عايز، مفيش اي مشكله، فيش اي مشكله في انك تسال او اي حاجه. طيب الاجزاء اللي انا بدرسها مينلي بتعتمد على انتجريتد سيركتس. يعني زي ما انتم عارفين ايه الالكترونيك سيركتس، بتنقسم الى جزئين، جزء اللي هو ديسكريت سيركتس، ديسكريت نقصد الديسكريت سيركتس، يعني الديسكريت سيركتس يعني الدائره مكونه مقاومات، مكونه من ترانزستورز دايودز، يعني مكونه من البرايمري كومبوننتس بتاعتها. دي كلمه ديسكريت يعني منفصل، يعني حاجات منفصله عن بعضها. فده الجزء ده اللي هيدرسه بالتفصيل الدكتور هشام. الجزء اللي انا هدرسه معتمد على وجود انتجريتد سيركت. يعني ايه انتجريتد سيركت؟ يعني هي سنجل اي سي، بيبقى مكون الدايره متكونه جواها من ترانزستورات ومقاومات ومكثفات وكل حاجه، وانت بتتعامل مع الكومبوننت اللي من بره بس، لكن التفصيلة الداخلية معلومة ولكن هي متكونة، يعني انت ما بتكونهاش، يعني هي معلومة الانترنال استراكشر بتاعها. تمام؟ طبعا تاريخيا الالكترونكس بدأ ديسكريت كومبوننتس، ثم بدءا من عام 1968 بدأت تظهر الانتجريتد سيركتس. طبعا الانتجريتد سيركتس بدأت من الاوبريشنال امبليفاير اللي هنتكلم فيه، بدأت من الاوبريشنال امبليفاير. انتجريتد سيركتس معناها ان انت تقدر تحط عدد كبير جدا من الكومبوننتس داخل سنجل تشيب. اكيد كلكم شفتوا التشيبات وتعاملتوا معاها، او حتى مجرد رؤيه بتلاقي حاجه سودة كده وليها مجموعه من الرجلين. ف يعني طبعا اكتر تطبيق الكل يشتغل فيه وكل عارفه حاجه زي الفلاش، فلاش ميموري. فلاش ميموري دي انا زي ما هقول لكم دلوقتي ان التقدم اللي حصل في الالكترونكس كان سريع جدا وضخم جدا لدرجات يعني لا يمكن تصورها. يعني بدءا من سنه 68، يعني قول حوالي 40 50 سنه من دلوقتي، 50 سنه، التطور اللي حصل في الالكترونكس يعني شيء لا يصدق. يعني طبعا انعكس على كل الصناعات الاخرى اللي من ضمنها حاجات الكوميونيكيشن زي الموبايل والكمبيوترز. يعني لاحظوا ان الالكترونكس مش هدف حد ذاته، دوائر الالكترونكس مش هدف، هي سيرفيس للكمبيوتر والكنترول والكوميونيكيشن سيركتس.
يعني اي جهاز في ايدك مكون من دوائر الكترونيه، لكن هو وظيفته الموبايل اللي في ايدك وظيفته كوميونيكيشن، وظيفته كوميونيكيشن. لكن متكون من ايه؟ متكون من الكترونيك سيركتس. فاحنا دراستنا منصبه على الالكترونيك سيركتس اللي هي بتسيرف كل الحاجات التانية، بتسيرف الكمبيوتر، بتسيرف الكوميونيكيشن، بتسيرف الكنترول سيستمز، هي اللي بتعمل سيرفنج لكل دول. زي بالظبط ما تقول عندك ايه طوبه واسمنت ومبنى، الطوبه والاسمنت مش هدف، الطوبه والاسمنت هم دول الالكترونيكس اللي بيعمل المبنى، بقى اعتبره هو الموبايل او الكمبيوتر او حاجات بالشكل ده. فالالكترونيكس هي سيرفيس كورس للتطبيقات الاخرى، سيرفيس كورس للتطبيقات الاخرى. يعني من غير الكترونيكس ما يبقاش في اي حاجه ثانيه، زي ما من غير طوب واسمنت ما فيش مباني، هي نفس القصه. فانت لازم تبقى فاهم ايه الاجزاء دي وبتتعمل ازاي وكده. عشان نتخيل بس التطور اللي حصل في الالكترونيكس، لو احنا بنقول دلوقتي فلاش، فلاش ميموري، اي فلاش ميموري يعني موجود عندك دلوقتي كام جيجا مثلا، اي حاجه كام جيجا العادي خالص كام؟ بعض البعض عفى عليه زمان قوي يعني، ها قول 16، قول 16 جيجا. بصوا بقى 16 جيجا بايت، جيجا يعني 10 اس كام؟ 9، يعني دي 16 في 10 اس 9 بايت. البايت دي كام بيت؟ 8. هنحولها البيت هتبقى 16 في 10 اس 9 في 8 بيت، بيت تايم سمول بيت. البيت اللي هي 1 او 0، 1 او 0. عشان تعمل ستورنج ال 1 او 0 يو نيد 1 ترانزستور، تحتاج الى 1 ترانزستور. انتوا اكيد خدتوا ترانزستور السنه اللي فاتت مش كده؟ وخدت ترانزستور ممكن يبقى اون وترانزستور ممكن يبقى اوف. يعني لو انت تشغله يا اما في الساتوريشن ريجون يا اما تشغله في الكات اوف ريجون. فكل بيت من دول ترانزستور، دي 1 ترانزستور. يبقى عشان تخزن 16 جيجا، طبعا بالاضافه الى في كنترول سيركتس اخرى. ليه؟ لان انت مثلا انت بتحط يبقى في عندك كذا فايل، فانت عايز تخش على الفايل الفلاني ففي كنترول سيستم، وبعدين الفايل ده واخد الحيز المعين والتاني واخد حيز تاني وهكذا. فانت بتضرب بكام ده؟ تقريبا في 1.25، يعني 16 في 8 في تقريبا 1.25 عشان يبقى في كنترول سيركتس اللي فيها في 10 اس 9. 8 في 1.25 دي يبقى 10، يبقى عندك بقت 10 اس 10 بقت 1.6 في 10 اس 11 ترانزستور. تخيل العدد ده من الترانزستورز، الفلاشه كلها ما تزيدش عن عقله صباع، يعني 2 سنتي في سنتي، ده بكتير. انت اللي بتشوفه الباقي ده الغلاف، لكن الالكترونيكس نفسها الكلام اللي فيها ده الكلام ده في 2 سنتي. يعني لو قسمنا الكلام ده في 2 سنتيمتر مربع يطلع 8 او 8 في 10 اس 10 ترانزستور للسنتيمتر المربع. تخيل العدد ده من الترانزستورات في السنتيمتر المربع. طبعا دي اللي بنسميها الهاي تك، الهاي تكنولوجي، حاجه تصنيع حاجه زي الفلاشات والكلام ده، ده طبعا تكنولوجيا عاليه جدا يعني. بس ده الوضع طبعا حاليا اعلى من كده، الوضع حاليا افضل من كده، لان انت من 16 جيجا انا عندي في 32 وفي ده في 128 في 1 تيرا، في فلاشه 1 تيرا. فاضرب الكلام ده ممكن في 8 اضعف 10 تاني، حاجات كده. التطور ده بتاع الالكترونيكس طبعا هو وليد التطور خلال 50 سنة،
خلال تقريبا 50 سنة يعني. وينتظر ان ممكن الحاجات دي تبقى اكتر, بس مش هتزيد قوي عن كده يعني. في فيزيكال ليميتس بقى هتمنع ان انت تزيد عن كده قوي يعني. لكن ده بيبين مدى القدره بتاعه الصناعات الالكترونيه انها تواكب التطورات اللي بتحصل عالميا دلوقتي. عموما الالكترونكس او ابحاث الالكترونكس بتهدف لثلاثه اوبجكتيفز. ان انت تصغر الحجم, يعني تعمل نفس الوظيفه في اصغر حجم ممكن اللي هو بنتكلم عليه دلوقتي كده, ان انت تمينيمايز الباور كونسومشن بتاعت اي ديفايس. وعشان دي اوضحها, يعني لو الموبايل اللي في جيبك بيستهلك باور كبيره يبقى البطاريه هتخلص بسرعه جدا, فتضطر تشحن كل شويه, كل ساعه على كل ساعتين. طبعا ده مش منطقي على الاطلاق يعني. فالهدف اول هدف انك تصغر المساحات, تاني هدف ان الباور كونسومشن تبقى مينيمم, الباور كونسومشن تبقى مينيمم. الهدف الثالث زياده السرعات, ان الفلاشه دي بتجيب منها المعلومات بسرعه, ان الكمبيوتر ده بيشتغل بسرعه, حاجات من هذا القبيل. يبقى دي الاهداف الالكترونكس بتسعى عليها, ان انت البرفورمانس بتاعك يتحسن من ناحيه سرعات, من ناحيه باور كونسومشن قليل, ومن ناحيه ان انت تصغر المساحات على قدر الامكان. طبعا كل كان ده مصحوب بانك توصل لكل الكونديشنز دي with reasonable price. لازم كل الحاجات دي تبقى بتكلفه في المعقول, تكلفه معقول. فده اوفر فيو كده عن الحاجات بتاعت الالكترونكس ومساهمتها في الحياه العمليه. ما فيش حد حاليا ما بيستخدمش الحاجات الالكترونيه, لا يوجد. في جيبك الموبايل, في بيتك في ريسيفر والتلفزيون, في جيبك فلاشه, في جيبك كالكوليتور, كل دي حاجات الكترونيه, كل دي حاجات الكترونيه. والالكترونكس طبعا موجوده في كل الاقسام. يعني كنت بتتكلم في قسم باور, فحتى في ماده اسمها باور الكترونكس, يعني في حاجه اسمها باور الكترونكس. كل الكنترول على الماشينز والكلام ده الكترونكس كله, يعني كل التحكمات والحاجات دي كلها الكترونكس. اذا كنت في اقسام كمبيوتر, فالكمبيوتر نفسه كله الكترونيك سيركتس من جوه, كله الكترونيك سيركتس. وبالتالي لازم عشان تبقى فاهم البيهيفير تبقى فاهم البرفورمانس بتاع الحاجات دي بيتم ازاي. دي كده مقدمه عامه عن الكلام اللي نبتدي نقوله. انا ملاحظ حاجه, هو السنه دي العدد بتاع ثاني كهرباء اكبر من المعامل العادي. الايه؟ سنه اولى ايه؟ في سنة أولى في ناس كتير عايزة تحول. حد عنده فكرة عن العدد يبقى كم؟ 700 وشوية. ده بالنسبة لنا احنا, بالنسبة للناس اللي حاجة كويسة ووحشة بنفس الوقت. الوحشة بالنسبة لنا طبعا ده عبء تصحيحي, يعني بيبقى عبء في تصحيح كبير قوي. ربنا يعينك. ماشي. طيب انا اتمنى, انا سمحت لزملائكم ان هم يسجلوا المحاضرات, ما عنديش مشكله, بس انا هعترض على تسجيل المحاضرات اذا الاعداد نقصت. يعني زي ما انا شايف كده ما شاء الله المدرج مليان, لو المدرج بدا يفضح مش هسجل المحاضره, لان مش الهدف من تسجيل المحاضره انك تنام في البيت. الهدف من تسجيل المحاضره ان لو فاتتك حاجه تراجعها, مفيش مشكله. انا ارحب بكده, لان الهدف ان انت تتعلم كويس, ده الهدف. لكن مش الهدف انك تنام في البيت. ده بس يكون معلوم, يعني لو حسيت الاعداد بتنقص بشكل كبير مش هنسجل محاضره. بس يكون معلوم ايه للكل كده. يلا نبدا بقى ايه الشغل بتاعنا.
بصي وين اي امبليفاير، اي امبليفاير طبعا الهدف منه ايه؟ من الاسم بتاعه ده بيكبر، كلمة امبليفاير يعني مكبر، بيكبر ايه؟ طب برضه عشان نربط الحاجات دي بالحاجات العملية، يعني اي اشارة بتوصلني سواء بقى مثلا على الريسيفر على التلفزيون على اي حاجة، الاشارة دي بتوصلني من خلال، اذا كنت بتكلم على الريسيفر فبتوصلك من خلال الدش، الدش ده الاشارة اللي بتوصل له من القمر الصناعي حاجة ضعيفة جدا، يعني حاجة بالمايكروفولت، فانا الحاجة اللي بالمايكروفولت دي ما تشغلش اي امبليفاير، يعني ما تشغلش اي حاجة، ف يعني حاجة في حاجة زي الدش كده. احنا عندنا تكبير على مرحلتين او كعدة مراحل، يعني اول حاجة تكبير ميكانيكي، ان انت ايه الدش ده مساحة كبيرة تنعكس عليها الموجات لغاية الفوكس، الفوكس اللي هو بيبقى فيه ما يسمى بالـ LNB اللي هو Low Noise Preamplifier، يعني ده في مكبر في الحته دي مكبر، انت خدت الاشاره مش بس وقع على ال ان بي على المسطح كله وتجمع عشان تعمل ده تكبير ميكانيكي في الاول، انك خدت الاشارات على المسطح كبير، ما زالت الاشاره ضعيفه فبتخش على ال ان بي ده امبليفاير بيكبر الاشارات، لان عشان تشغل اي حاجه انت محتاج الحاجه 1 فولت 2 فولت 3 فولت حاجه زي كده، فما يوصل لك حاجات بالمايكرو فولت ما ينفعش، فلازم تكبرها، دي اشاره ضعيفه لابد من تكبيرها. حاجه ثانيه مثلا الاشاره اللي بتوصل على التلفزيون العادي اللي هو الانتنه العاديه بتاع التلفزيون برضه اشاره ضعيفه جدا، فالاشاره دي لا مش هتقدر تحولها لصوت ولا صوره، فلابد من تكبيرها في الاول. ناخد مثال قدامنا دلوقتي، انا وانا بتكلم كده الصوت بتاعي بيتكبر عشان يوصل لغايه اخر المدرج، فانا بتكلم في الميكروفون، الميكروفون ده بيحول صوتي الى الكتريك سيجنال، الالكتريك سيجنال دي بتخش على الامبليفاير اللي هو اللي موجود هنا، بتتكبر الالكتريك سيجنال وبعدين بتتحرك على الاسلاك السيجنال دي، ثم تتحول الى صوت مره اخرى من خلال ايه؟ ها؟ سبيكر. يعني انا دلوقتي عندي تحويلين بيتموا، صوتي بيتحول الى اشاره كهربيه من خلال الميكروفون، تتكبر الاشاره الكهربيه وتمشي في الاسلاك لغايه ما توصل على سماعات، توصل على سماعات تتحول مره اخرى الى صوت، فده امبليفاير، يعني اللي انا بتكلم فيه ده امبليفاير. وعلى فكره حكايه الميكروفون والساوند سيستم ده يعني ابسط حاجه للكوميونيكيشن سيستم، ده سام سورت اوف كوميونيكيشن، لان انا عملت كوميونيكيشن ان صوتي وصل للمدرج كله، لان الكوميونيكيشن ببساطه زي ما اذا ربنا ادانا العمر وعشنا هدرسكم انا الترم الجاي ماده السيجنالز ان شاء الله، فاول حتى كل ما بنقولها ان الكوميونيكيشن هو نقل المعلومه من مكان لمكان، ببساطه شديده جدا نقل المعلومه من مكان لمكان، عشان تتنقل المعلومه من مكان لمكان اول حاجه المعلومه لازم تتحول لالكتريك سيجنال، ده اول حاجه لازم تتحول لالكتريك سيجنال، سواء المعلومه دي كانت صوت كانت صوره كانت حراره كانت اي شيء، اي معلومه كانت داتا من خلال الانترنت، كل ده لازم يتحول الى الكتريك سيجنال، المعلومه اللي انت بتبعتها تتحول الكتريك سيجنال، وبعدين بتمشي في المجال كله بقى، يعني احنا بنتكلم على المدرج، لكن بقى انت ممكن تستقبل معلومه من محطه ارسال تلفزيوني فهي ماشيه في الهواء، ممكن تبقى جاي من سيرفر جاي لك على كمبيوتر، فماشيه في عده مجالات، احنا بنتكلم في الكلام ده الترم الجاي ان شاء الله. فيبقى انت السيجنال بتاعتك لابد من انها اول حاجه تتحول لكهرباء، وبعدين تمشي المشوار كله كهرباء، وبعدين تيجي في النهايه خالص تقلبها الى الحاجه اللي انت عايزها، ده مبدا اساسي في الكوميونيكيشن، اي حاجه في الكوميونيكيشن لازم تبقى كده، الشيء يتحول الى كهرباء وبعدين تتعامل مع الكهرباء وبعدين تتحول في النهايه خالص الى الشيء اللي انت عايزه. يعني ملحوظه كده يا شباب، الكهرباء عمرنا ما بنستخدمها كهرباء، دي معلومه كده اوليه، يعني انت عندك الاجهزه اللي في البيت بتاخد
كهرباء. لكن هل انت بتستفيد بيها ككهرباء؟ يعني مثال عندك موتور التلاجة بياخد كهرباء، بتتحول الكهرباء الى ايه؟ الى حركة ميكانيكية. فالموتور بيتحول الى حركة ميكانيكية، التكييف نفس الكلام بتحول حركة ميكانيكية، في المكوة تتحول لهيت، في اللمبة تتحول لإضاءة. فأنت عمرك ما بتستخدم الكهرباء ككهرباء، ده مبدئيا عمرك ما بتستخدم الكهرباء كهرباء، لكن أنت لابد من تحويلها إلى صيغة أخرى. يعني إحنا هنا في قسم كهرباء، أنا بقولك أنت عمرك ما بتستخدم الكهرباء كهرباء أبدا، لابد من تحويلها. حتى لو تيجي تبص مثلا يعني محطات توليد الكهرباء المائية زي في السد العالي، أنا عندي في الأساس دي طاقة ميكانيكية، سقطة المية بتنزل من ارتفاع، فأنت بتستغلها أنك تعمل إيه؟ بتحرك توربينات. التوربينات دي يعني دي طاقة ميكانيكية، أنت عندك طاقة ميكانيكية بتحولها من جنريتورز بقت كهرباء، تقوم تتنقل خلال أسلاك الكهرباء إلى البيت عندك تبقى كهرباء، ترجع تحولها تاني إلى أشكال أخرى. لكن في الأساس المصدر الأساسي للطاقة ما كانش كهرباء، كان طاقة ميكانيكية مثلا، تتحول لكهرباء تمشي وبعدين تحولها تاني مرة تانية إلى. طيب ليه بنحول لكهرباء؟ ده مبدأ أساسي. ليه بتحول لكهرباء؟ لأن الكهرباء هي أفضل وسيلة للطاقة يمكن التحكم فيها، أفضل وسيلة للطاقة يمكن التحكم فيها. يعني تخيل مثلا أن أنا عندي طاقة ميكانيكية ضخمة جدا عند السد العالي في أسوان، والطاقة الميكانيكية دي أنا عايزها طاقة ميكانيكية في المصانع، طب هتعمل إيه لو هي طاقة ميكانيكية؟ طيب الطاقة الميكانيكية دي هتلف لي مثلا عمود كبير فنفترض يعني جدل يعني إن في عمود كبير بيلف وتمشي بها مشوار طويل، وكل ما تعوز طاقة ميكانيكية تحط له بقى بكرة وتشغل بيها حاجة. طبعا كلام مش منطقي على الإطلاق، يعني ما فيش أي وسيلة للطاقة يمكن نقلها والتحكم فيها إلا الوسيلة الكهربية. الوسائل التانية بتموت بسرعة جدا. مثلا في محطات توليد الكهرباء النوع الثاني اللي هو الحراري، أنت بتحرق حاجة فدي طاقة حرارية، برضو الطاقة الحرارية تتحول إنك تشغل توربينات، والتوربينات دي تشغل جنريتورز وتولد كهرباء وهكذا، لأن الطاقة الحرارية اللي يمكن نقلها. يعني أنك عندك حاجة درجة حرارتها عالية مش هتمشي بشكل قوي، مش هتمشي وهكذا. فالكهرباء ليس لها استخدام ككهرباء إلا في حالة واحدة، حالة شاذة جدا اللي هي الإعدام بواسطة الكرسي الكهربائي، إن هو إيه يموته واحد. ده الاستخدام الوحيد للكهرباء ككهرباء، يعني مفيش حاجة لا تستخدم الكهرباء ككهرباء تاني. طيب فإذا دلوقتي طبعا انا مراعي ان احنا اول محاضرة ما بتقلش قوي، يعني بحاول ادي برضو حاجات قدر الامكان. خليكم معايا. الامبليفاير بقى، الامبليفاير من اسمه مكبر. طيب حاجة اول بارامتر فيه بنسميه الفولتج جين بتاعه، اللي هو نسبة الاوتبوت الى الانبوت. مفروض ان النسبة دي انا عايزها كبيرة ولا صغيرة؟ ها؟ كبير. يعني من الاوبجكتيفز بتاعتي ان ده يبقى ماكسيمم. ده عايزينه ماكسيمم. ماشي؟ انا عايز اكبر تكبير ممكن، اكبر الاشارة بتاعتي. اشارة ضعيفة انا بعاوز اكبرها اكتر ما يمكن. طيب. بعد كده عندنا حاجة اسمها الانبوت امبيدنس. سمعتوا البرامترز دي السنة اللي فاتت أو حاجة؟ سمعتوا؟ طيب يعني ايه الانبوت امبيدنس؟ يعني معناه ان انا لو حطيت سورس يشوف امبيدنس قد ايه من الامبليفاير. الامبيدنس بتاعت الامبليفاير تبقى قد ايه؟ هل مصلحتي ان الانبوت امبيدنس يكون كبيره ولا الانبوت امبيدنس يكون صغيره؟ مصلحتي ايه؟
ها كبير اكبر منك ليه؟ عشان ما تصحبش طيارة برافو عليك. الحكايه دي اللي بيقولها زمايلكم مظبوطه اكيد انتوا سمعتوها قبل كده. يعني انا هدفي ان الانبوت امبيدنس تبقى ماكسيمم، يعني ده الهدف برضو ده ماكسيمم. هحاول اشرح الحكايه دي من خلال حاجات ملموسه بالنسبه لكم. لاحظوا ان احنا هنحاول بقدر الامكان نربط كل حاجه بنقولها بحاجات عمليه ملموسه، يعني كلما كان هذا يعني سهل هنقوله. طيب انا هسالكم بعض الحاجات كده بسيطه جدا. لو انا عندي الفيشه بتاعت الكهرباء اهي اهي، دي فيشة كهرباء وادي السلكين اللي طالعين منها. لو قست الفولت ده يا شباب، ده مفروض دي المينز بتاعتي اهي، دي الجايه من الحيطه يعني. الفولت اللي بين النقطتين دول اللي في الخارج اللي هي على اطراف الفيش عندك في البيت، لو قستها الصبح مثلا يوم الجمعه الصبح وقستها يوم الجمعه بالليل، تفتكر الفولت اعلى امتى؟ الصبح ولا بالليل؟ لو انت لسه الفولت ده نومينال اللي هو القيمه الاسميه 220 زي ما انتم عارفين، لكن انت لما تقيسش هتقيس 220 هتزيد هتقيس ممكن اكتر شويه ممكن اقل شويه. ها ايه رايكم؟ الفولت ده لو قيسه الصبح يبقى اكتر ولا بالليل اكتر؟ ايه رايكم؟ طيب هقرب السؤال شويه، هقرب ويا ريت حد يبقى يجرب الحكايه دي بالفولتميتر وجرب مش اكتر من كده. خليكم معايا. بص شباب، ادي المنبع بتاعنا اهو، ده اللي جاي من شركه الكهرباء. اي منبع كهرباء ليه حاجه اسمها الانترنال ريزيستنس بتاعته، يعني ده الفي اس سورس وده اسمه الار اس. هشرح الار اس دي ايه. بص يا شباب، الار اس دي هي المقاومه اللي بتجيلك عن كانها عند البيت. تمثل ايه دي؟ تمثل المقاومات بتاعه الاسلاك اللي جايبه لك الكهرباء والترانسفورمر والقصه دي كلها. هيبقى في النهايه عندك ما بين الطرفين دول كان في مقاومه، انت ما تقدرش تقيس المقاومه دي بشكل مباشر، ما تقدرش. زي ايه؟ لو قلنا بطاريه، البطارية مثلا بتديني 12 فولت، ال 12 فولت دي هل هي ثابتة؟ يعني مثلا بطارية العربية 12 فولت، هل لو قست في أي لحظة تطلع 12؟ لا، ما هيش 12، هي بتتراوح ما بين 11 و14، وهيجي وقت هشرح الحتة دي. ليه؟ لأن هي البطارية ليها مقاومة داخلية. البطارية ليها مقاومة داخلية، اللي هي مقاومة ايه ببساطة؟ اللي هي مقاومة الألواح الرصاص اللي موجودة جوه، بالإضافة إلى الحامض اللي موجود، كل ده ليه مقاومات، صحيح صغيرة بس موجودة. والدليل على إن الحاجات دي موجودة إن أنت لو عندك بطارية مشحونة وكويسة وسبتها كده في الهواء، تيجي بعد شهر تلاقي إيه؟ هتبقى شغالة ولا مش شغالة؟ مش شغال، مش هتشتغل، هي بتفضي في نفسها في المقاومة الداخلية بتاعتها، هي بتفضي في المقاومة الداخلية بتاعتها. طبعا الموضوع بتاع البطاريات والحكاية ده علم كامل يعني، وطبعا حاليا واخد اهتمام كبير جدا 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 وفي كل المجالات على فكرة. يعني ايه اقصد في الثلاث اقسام بتوعنا؟ ليه؟ لان حاليا البطاريات هي الامل في الموضوع بتاع السيارات الكهربائيه. العربيات بتشتغل بالكهرباء، بتشتغل بموتور دي سي. طب بتشتغل بتاخد الكهرباء منين؟ من بطاريات. المشكله في العربيات الكهربائيه دي، يعني العربيات الكهربائيه دي انا اشتغلت عليها في الدكتوراه بتاعتي من 33 سنه، يعني في البدايه خالص. الكلام بجد. ف
ايه كانت مشكله العربيه الكهرباء؟ حاجتين، ان انت عندك ستورد انرجي في البطاريات محدوده، وبالتالي تقدر تمشي كيلومترات محدوده، بعد كده البطاريه خلصت خلاص. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان البطاريات وزنها تقيل فبتتقل وزن العربيه، فلما تتقل وزن العربيه يحصل ايه؟ ها ها، سرعتها تقل، تبقى سرعه محدوده. دي المشكلتين الاساسيتين. طبعا في مميزات كتير للعربيه الكهربائيه، اولا مفيش تلوث، ثانيا الاعطال الميكانيكيه الكتير جدا اللي موجوده في السيارات مش موجوده، ده موتور كهرباء وشغال، يعني اعطالها لا تزيد عن 5% من اعطال العربيه العاديه، ده مبدئيا يعني. طيب ايه الاهميه اللي واخدها الحاجات دلوقتي؟ البطاريات دي مع الوقت، انا كنت بقول لكم انا احنا بدانا طبعا في البدايه كان التفكير في العربيات الكهرباء هي مثاليه جدا، حاجه زي الاتوبيسات. ليه؟ لان الاتوبيس انت عارف انه ماشي مسافه معينه وراجع، فمسافته معلومه، فحكايه انه يمشي مسافات طويله البند ده مش موجود. الحاجه الثانيه ان ما انتش مطلوب للاتوبيس سرعات كبيره، مش مطلوب، لان الاتوبيس ده بيمشي جوه المدن ما انتش عايز منه سرعات كبيره، فالتطبيق ده مناسب جدا. عشان العربيات الكهربائيه تنتشر بقى كسيارات خاصه، كان لابد من ان وزن البطاريه يقل وقدرتها على 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 احتفاظ بالشحنات او بالانرجي تزيد. ليه؟ بنديها بارامتر ايه؟ كيلو وات اور بير كيلو جرام ويت. انت عايز تخزن اكبر كميه من كيلو وات اور بير كيلو جرام ويت، وده طبعا بدا يحصل دلوقتي. يعني العربيات الحاليه ممكن تمشي بيها مثلا 300 كيلو وسرعات لغايه 150 كيلو، وده كافي جدا في اغلبيه الاحوال. يعني فموضوع البطاريات دلوقتي يعني واخد اهميه كبرى. ليه؟ فطبعا الناس دي مثلا في اقسام باور وحاجات زي كده يهمهم التعامل مع بطاريات وازاي تشغل مواتير دي سي وبتاع، دي مهمه جدا. عمليات الكنترول بتاعت السيستم ده شغل الكترونكس، ده قسم اتصالات. حاجات بقى اللي هي بتعمل كونتينوس ميجرمنت بقى للانرجي، وكونتينوس ميجرمنت ده بيدخل ضمن الديجيتال سيستمز اللي هو قسم الكمبيوتر. فالجزء بتاع البطاريات حاليا من الحاجات المطلوبه جدا الشغل فيها. معلش نرجع تاني للموضوع بتاعه. فانا عندي اي منبع كهرباء ليه حاجه اسمها الانترنال ريزيستنس بتاعته اللي هي في اس وار اس. في اس ده السورس بيديني كام فولت، ار اس دي الانترنال ريزيستنس. زي ما بقول انت بتقيس بين اطراف البطاريه، انت ما بتقيسش بين نقطه دي ودي، انت بتقيس بين دي ودي، دي الاطراف بتاعتك. زي ما دول السلكتين اللي جاي لك في البيت، دول السلكتين اللي جاي لك في البيت ما بين دي ودي، انت ما تقدرش تفصل دي. فلو انا حطيت هنا لود، خليكوا معايا، ار ان اللي انا بقيسه ده الفولت بتاع اللود. لو قلت ان في كارنت هنا اي، فالفولت اللي انت بتقيسه في لود ده عباره عن في اس ناقص اي في ار لود. ناقص اي في ار اس، ده من ناحيه. في ال بتساوي في اس ناقص اي في ار اس. لو افترضنا ان في اس دي ثابته اللي هي جايه من محطه كهرباء، فمعناه ايه؟ ان انت كل ما الكرنت ده بيزيد، يعني هنا اس اي انكريزز، في ال يحصل له ايه؟ يقل. كويس. طيب انا عندي سحب الكهرباء بالليل اكتر ولا الصبح اكتر؟ ها؟ لا بالليل. بالليل في عندك انوار شغاله، في تلفزيونات شغاله، في غساله، في ثلاجه، في معرفش ايه، معروف كده.
سحب التيار الكهربائي يزيد جدا بالليل، استخدامات بتزيد الصبح يا دوب في البيوت، اذا كان شغال اضاءه حاجه بسيطه، اذا كان شغال ثلاجه حاجه من هذا القبيل فقط. فيبقى دلوقتي يبقى معنى كده ان انا لو جيت قست الفولت الصبح يطلع اعلى ولا ما قيس الفولت بالليل؟ امتى؟ الصبح. لو قست الفولت الصبح مثلا هتقيس 225 فولت الصبح مثلا، لو جيت تقيسه بالليل تقيس مثلا 215 حاجه كده، حاجه في الرينج ده يعني. فكل ما حطيت احمال اكتر، كل ما حطيت احمال اكتر كل ما الفولت هبط. يعني ار ام دي نفترض يعني اباجوره مثلا، جيت انت رحت حاطط مروحه، يبقى كان ار ام حصل له ايه؟ قل. لما الار ال عملت ال، طيب لو جينا نعمل المعادله دي بطريقه ثانيه ممكن اقول لك ان في ال بتساوي في اس في الار لود على ار لود زائد ار اس. جت ازاي؟ يعني اعتبر ده كله على بعضه ار لود يعني. فكانك بتعمل بوتنشال ديفايدر ما بين ايه؟ الار لود والار اس. كل ما ار لود صغرت كل ما الفولت اللي عليها صغرت. ار لود صغرت يبقى الكرنت المسحوب زاد. يعني كلمه الكتريك لود معناها كرنت ولا مقاومه؟ ها لما اقول الكتريك لود، لود كلمه لود كرنت، كلمه لود يعني كرنت. بدليل بسيط ان انا لو هي انا مش موصل حاجه، لو عندي حاجه كده انا مش موصل حاجة، ده بيسموه ايه؟ نو لود. بيسموه ايه؟ نو لود. فاذا دلوقتي انا لما باجي اقيس، طب ده ايه علاقته بالقصة بتاعتنا؟ هقول لك ايه علاقته بالقصة بتاعتنا. فانا دلوقتي يهمني اذا امكن، يعني انا دلوقتي عندي امبليفاير اهو، ميدي اوتبوت هنا واصل على امبليفاير تاني، ده امبليفاير 1 ده امبليفاير 2 خلاص. فالفولت اللي طالع هنا كان هو في اس، والفولت اللي طالع هنا هقول ان هو في اوتبوت مثلا. فانا علشان الامبليفاير 2 ده يشتغل كويس، عشان الامبليفاير 2 ده يشتغل كويس انا يهمني ان اكبر قدر من طبعا هنا في انترنال ريزيستنس بتاعه الامبليفاير 2، فكان لما اجي اعمل الكوفيان سيركت يبقى كان عندي في في اس كده، دي الاوتبوت امبيدنس بتاعه الاولاني، الار اوتبوت بتاعه الاولاني، وهنا الار انبوت بتاعت الثاني، دي الانبوت امبيدنس بتاعت الثاني. انا عايز الفولت في اس ده عايزه يبقى هنا، هنا في انبوت عندي هنا، فانا عايز بقدر الامكان في انبوت دي تبقى قريبه من في اس. يعني عشان تعالى نوضحها بشكل اكتر. بص شباب، نفترض ان ان الامبليفاير الاولاني ده بيديني اوتبوت بتاعه 10 ملي فولت، 10 ملي فولت. انا يهمني ان ال 10 ملي فولت دول يبقوا اللي هو الاوتبوت بتاع الاولاني يبقى هو نفسه اللي داخل للتاني. عشان يحصل الكلام ده الامبليفاير الاولاني ليه اوتبوت امبيدنس اللي هي تمثل ار اس اللي كنا بنتكلم عنها. فانا عشان الفولت ده يبقى هو نفسه ده يبقى لازم ار انبوت دي تبقى اكبر بكتير من الار اوتبوت بتاعت الاولاني، دي ار دي يعني دي ار انبوت 2 بتاعت الامبليفاير الثاني، ودي الار اوتبوت 1 بتاعت الامبليفاير الاولاني. انا عايز ده يحصل، لو ده حصل يبقى عندي الفي انبوت تقريبا هي بتساوي الفي اس اللي طالعه من الامبليفاير الاولاني. يعني ايه؟ خليكم معايا، الفولت ده في انبوت ده بيساوي الفي اس في ار انبوت على ار انبوت
2 على R input 2 زائد R output 1. فكل ما كانت R input كبيرة كل ما الفولت اللي طالع من الأولاني وصل للتاني. أما لو كان مثلا لو كان ده قد ده يبقى اللي هيوصلني كإنبوت هو النص، يعني بمعنى آخر إن ده يساوي ده يساوي ده يبقى النص. يبقى أنا التكبير بتاع المرحلة الأولى ضاع نصه وهو دخل على المرحلة الثانية. لو المرحلة الثانية الإنبوت إمبيدنس ساعتها صغيرة، فأنا يهمني جدا إن الإنبوت إمبيدنس تبقى كبيرة بقدر الإمكان. يهمني إن الإنبوت إمبيدنس، بص شباب الأوبريشن أمبليفاير عشان برضه الموضوع يبقى واضح، مكون من عدة أمبليفايرز ورا بعض. يعني الأوبريشن أمبليفاير ده عبارة عن إيه؟ الكلمة أوبريشنال يعني نسميه مكبر تشغيل. مكبر تشغيل يعني أنا بدل ما حبني الأمبليفاير بالمجموعة الترانزستورات والحاجات دي هو كله داخل إنتاجية السيركت واحد. هو مكون من مجموعة مراحل متعددة. مكون من مجموعة مراحل متعددة. المجموعة المراحل المتعددة ديت أنا عايز أكبر الجين بتاعي بقدر الإمكان. فالمرحلة الأولى ليها أوتبوت إمبيدنس والمرحلة الثانية ليها إنبوت إمبيدنس. يهمني قوي إن الإنبوت إمبيدنس بتاعت الثانية تبقى أكبر بكثير من الأوتبوت إمبيدنس بتاعت الأولانية، والأوتبوت إمبيدنس بتاعت الثانية تبقى صغيرة جدا بالنسبة للإنبوت إمبيدنس بتاعت الثالثة وهكذا. عشان يبقى التكبير يعني اللي انا كسبته هنا ما خسرتوش، لان دايما الكابلنج بين المراحل المختلفه بيخسرني في الجيم نتيجه ان الانبوت امبيدنس ما هيش انفينيت. فانا يهمني جدا ان الانبوت امبيدنس تبقى كبيره، ويهمني في نفس الوقت الاوتبوت امبيدنس تبقى ايه؟ صغيره جدا. يهمني الاوتبوت امبيدنس تبقى صغيره، ويهمني الانبوت امبيدنس تبقى كبير عشان لما انتقل من مرحله لمرحله الفولت اللي طالع من المرحله الاولى يوصل تقريبا كانبوت للمرحله الثانيه، واللي طالع بعد التكبير في المرحله الثانيه يدخل المرحله الثالثه وهكذا. ما افقدش جزء من التكبير نتيجه ان الامبيدنس بتاعتي تكون بتاعت الانبوت تكون صغيره. فاذا من ضمن الاوبجكتيفز اللي هنا ان ده مينيموم، يعني انا عايز الانبوت امبيدنس ماكسيمم، عايز الاوتبوت امبيدنس بتاعتي تبقى ايه؟ تبقى مينيموم. كويس. اذا عملت هذا الكلام يبقى الجين اللي هاخده من المراحل المتعددة للأمبليفايرز يبقى أكبر ما يمكن. إذا قدرت أوصل لهذا الكلام يبقى المراحل المتعددة تديني أكبر جين ممكن. يعني السيركت بتاعت الأوبريشن أمبليفاير مكونة كالآتي. بص شباب ده تمثيل سكيماتيك كده مبسط لما هو داخل الاوبريشن امبليفاير. الاوبريشن امبليفاير بيتكلم عن ايه؟ عباره عن ايه بس عشان يكون متخيلين؟ ده عباره عن سنجل اي سي.
سنجل انتجريت سيت. شكله عباره عن حاجه ليها مثلا 8 رجلين في الغالب, يعني الشكل العام بتاعه حاجه كده. ايه الارقام دي؟ الارقام دي ترقيم الرجلين بتاعته. عاده كل ايسايب بيبقى عليها علامه, اللي انا اعملها انا فرض ان هي نص دايره, بيبقى فيها محفور عليها حاجه كده. تبدا من تعد من شمالها, تبتدي تعد من شمالها, فتعد 1 2 3 4 5 وتلف بقى 4 5 6 7 8 وهكذا. فده عباره عن سنجل اي سي كلها ما يجيش عقله صباع واحد. يعني ما هو داخل الاوبريشن امبليفاير ده هو اللي ايه اللي بنتكلم عليه دلوقتي. بص بقى, لو افترضت ان داخل هنا 1 ملي فولت ومعامل التكبير بتاع المرحله الاولى 10, يبقى اللي طالع هنا كام؟ 10 ملي. هنا معامل التكبير 30, يبقى اللي طالع هنا كام؟ 300 ملي. هنا معامل التكبير 5, تبقى 1500 ملي فولت, اللي هي 1.5 فولت. يبقى معامل التكبير النهائي, معامل التكبير النهائي ده بنسميه اي في 1 اي في 2 اي في 3. فبنقول ان معامل التكبير النهائي اي في نوت اللي هو بيساوي الفي اوتبوت على في اس, ده بيساوي اي في 1 اي في 2 اي في 3. شايفينها ولا لا؟ هي حاصل ضرب الثلاثة مع بعض صح؟ لان في اوتبوت على في اس ده ممكن اكتبها كده, ان هي في اوتبوت لو سميت دي في 2 ودي في 1, تبقى في اوتبوت على في 2 في في 2 على في 1 في في 1 على في اس. فتلاقي ده يروح مع ده وده يروح مع ده, يطلع لك نادي. فهي دي اللي حصل ضرب الثلاثة مع بعض, اللي هو في حالتنا هنا 1500. كويس. يبقى التركيب الداخلي بتاع الاوبريشن امبليفاير غالبا بيديني معامل تكبير عالي جدا, بيديني معامل تكبير عالي جدا. عادة الاي في نوت بتاعة الاوبريشن امبليفاير دي تتراوح ما بين 1000 الى 100,000. يعني هو بيبقى ديزايند على كده, معامل التكبير بتاعه الاوبريشن امبليفاير بيبقى من 1000 ل 100,000. طيب السيمبل بتاع الاوبريشن امبليفاير يا شباب, السيمبل بتاعه عامل كده.
بص شباب، السيمبل بتاع الاوبريشن امبليفاير مثلث كبير ليه خمس اطراف، طرف منهم اوتبوت اللي هو مكتوب عليه في اوتبوت، طرفين للسبلاي، في طرف في سي سي وطرف ماينس في سي سي. طبعا في بعض الاحوال ممكن الماينس في سي سي ده يبقى جراوند، يبقى ارضي صفر يعني، يعني ممكن يبقى في بعض الاحوال صفر. في عندي طرفين اسمهم انفيرتنج انبوت ونون انفيرتنج انبوت. يعني ايه انفيرتنج انبوت ونون انفيرتنج انبوت؟ بص شباب، الانفيرتنج انبوت معناه اذا دخل لي فولت بوزيتيف على على الانفيرتنج انبوت يطلع نيجاتيف على الاوتبوت. ليه بيطلع بوزيتيف ونيجاتيف؟ دي هشرحها لكم بالتفصيل في دي الجزء التفصيلي بتاع الدايره اللي اسمها ديفرنشال امبليفاير، دي اللي هيشرحها الدكتور هشام. يعني انا بالنسبه للابلكيشن المباشر، انفيرتنج انبوت معناه ان لو دخل لي فولت بوزيتيف عنده هيطلع الاوتبوت بتاعي نيجاتيف، والنون انفيرتنج معناه اذا دخل بوزيتيف يطلع بوزيتيف، اذا طلع نيجاتيف يطلع نيجاتيف. يعني اذا دخل الفولت عند الانفيرتنج انبوت هيتقلب اشارته، بس مع ملاحظه حاجه، بيتقلب اشارته اذا كان عندي بلس ماينس سبلاي، اذا كان عندي ايه بلس وماينس سبلاي. لكن لو كان عندي بلس وزيرو، على سبيل المثال عندي بلس وزيرو، بلس وزيرو ودخل لي بوزيتيف على الانفيرتنج انبوت الاوتبوت يطلع زيرو، ما يطلعش نيجاتيف لان ما فيش نيجاتيف سبلاي اصلا. تاني، اذا دخل لي، اذا كان عندي السبلايز بتاعتي بلس وزيرو وده وارد، يعني في بعض الاوبريشن امبليفايرز بتشتغل بلس زيرو، بعض الاوبريشن امبليفايرز بتشتغل بلس وماينس. اذا هي بتطلع بلس، دخلت انا بلس على النيجاتيف ايه؟ على الانفيرتنج انبوت، في الحاله دي الاوتبوت المفروض بيطلع نيجاتيف، مفيش نيجاتيف سبلاي، الاوتبوت يطلع ايه؟ يطلع زيرو اللي هو المينيمم فولتج المتاح. واضحه الفكره دي؟ عشان في مسائل بيزعل الفكره دي، انك لازم تاخد بالك ان لو دخلت بوزيتيف على انفيرتنج والسبلاي بتاعك كان زيرو الاوتبوت يطلع زيرو، مش هيطلع نيجاتيف، مش هيطلع نيجاتيف. ماشي؟ طيب يبقى دلوقتي الانبوتس اللي موجوده عندي يا اما ان هي انفيرتنج او نون انفيرتنج. طيب الاوبريشن امبليفاير ديزاين بحيث ان اول مرحله يبقى الانبوت امبيدنس بتاعتها عاليه جدا، الانبوت امبيدنس بتاعتها عاليه جدا، وفي مقابل كده بيبقى الجيم بتاعها اقل شويه. يعني الفيرست ستيج، هكتب الكلام، فيرست ستيج هنا اللي هي امبليفاير 1 ديزاين بحيث انه يبقى الانبوت امبيدنس بتاعته عاليه جدا. على سبيل المثال انتوا خدتوا الموسفيت فاتوا ولا لا؟ خدتوا الموسفيت، الانبوت امبيدنس بتاعته ايه؟ كبيره جدا، فممكن جدا تبقى اول مرحله موسفيت، فلما اول مرحله تبقى موسفيت يبقى الانبوت امبيدنس بتاعتها ايه؟ عاليه جدا، بس الموسفيت ما يديكش جين عالي، بيدي الجيم بتاعه ايه؟ منخفض، الجيم بتاعه بيبقى منخفض. فانا اول مرحله بضحي بالجيم في سبيل ان انا اخد ايه؟ انبوت امبيدنس كبيره جدا. المرحله الاخيره اللي هي المرحله الثالثه في اللي احنا راسمينه، الهدف لازم يبقى فيها ديزاين بحيث الاوتبوت امبيدنس اللي تبقى فيري سمول. هكتب الكلام ده، يعني الاوتبوت امبيدنس في المرحله الاخيره تبقى فيري سمول، برضه دي بتبقى على حساب ان الجيم بيقل. عشان كده انا عامل ايه؟ المرحله الاولى الجيم بتاعها 10، المرحله الاخيره 5، على اساس ان ايه؟ ان الجيم في الاساس جاي من اللي في النص. في النص ده غالبا بي جي تي، باي بولر جنكشن ترانزستور، الجيم بتاعه عالي. تمام؟ ف
في الديزاين عاملين حسابنا ان اول مرحله الجيم بتاعها قليل بس الامبيدنس عاليه جدا، والمرحله الاخيره الاوتو ديفيز بتاعتها منخفضه في مقابل ان الجيم قليل شويه. المرحله اللي في النص هنا يا شباب ممكن تبقى مرحلتين وثلاثه، يعني ممكن تاخد في النص مرحلتين فالجيم يعلى، يعني كان مرحله ثانيه مثلا تبقى تدي جيم كمان 10 ولا 20 ولا 30 وتضرب ثاني في الرقم ده. عشان كده بنقول ان الجين ممكن يوصل ل 100,000، يعني الجين ممكن يوصل ل 100,000. طيب هكتب الكلام ده عشان نطلع بالمين بارامترز بتاعت الاوب ام.
الايديا الاوبريشنال لفارق الشباب دي هنشرحها بالتفصيل دلوقتي تاني. بنعتبر ان هو الجيم بتاعه كانه انفينيتي. الجيم بتاعه احنا قلنا عمليا هو يتراوح من 1000 إلى 100 ألف. بنعتبر الجين ده كانه انفينيتي. الانبوت امبيدنس عاده البراكتيكال بتاعتها مينيمم بالميجا اوم. البراكتيكال يعني مينيمم بالميجا اوم. الاوتبوت امبيدنس بتاعته عاده في الرينج بتاع 20-30-50 أوم ده ماكسيموم. في الايديال بنعتبر ان الاوتبوت امبيدنس بتاعته كانها صفر. هنشرح يعني الخواص دي كانها جت ازاي، هنتكلم فيها دلوقتي، بحيث ان انت لما بيجي نحل الدوائر بقى بعد كده زي ما هنبتدي من المره الجايه في some considerations كده بناخدها في الاعتبار. يعني انا دلوقتي الديزاين بتاع الفيش امبليفاير ان الفيرست ستيج يهمني جدا الانبوت امبيدنس تبقى اعلى ما يمكن بغض النظر عن الجين. الاوتبوت امبيدنس اللي يهمني جدا هي الاوتبوت امبيدنس صغيره جدا. اللص اللي في الجين اللي في المراحل الاولانيه والاخيره بعوضها بان الجين في المراحل المتوسطه بيبقى كبير، بحيث ان حاصل الضرب في النهايه هو حاصل ضرب كبير جدا. بناء على الكلام ده بيطلع عندي البارامترز او الخواص التاليه. نتكلم مع بعض. بص شباب، الاوبريشن امبليفاير انا عندي هنا ده ليه اي في نوت اللي هي قلنا بتتراوح من 1000 لـ100 ألف. يبقى انا اقدر اقول ان في اوتبوت بتساوي في اس في الاي في نوت. الفي اوتبوت شباب، الفي اوتبوت اللي هو الاوتبوت بتاع فيش امبليفاير ليه ليميتيشن. في البوزيتيف لا يمكن يزيد عن في سي سي، وفي النيجاتيف لا يمكن يقل عن ماينس في سي سي. يعني في اوتبوت دي اكبر من او بتساوي ماينس في سي سي، واقل من او بتساوي في سي سي. دي ليميتيشن لا يمكن تزيد عن السبلاي بتاعك. كويس. طب الفي سي سي دي ماكسيمم كام؟ دي 15 فولت في اقصى الاحوال. فيش امبليفاير ما يشتغلش عندك 15 فولت. كويس؟ ده معناه ايه؟ والاي في نوت بتاعتنا قلنا ان هي اكبر من 1000 واقل من 100 ألف. معنى كده ايه؟ معنى كده ان في اس اللي هي بتساوي في اوتبوت على اي في نوت، يبقى الفي اس ماكسيمم هي في اوتبوت ماكسيمم على اي في نوت مينيمم. يبقى في اوتبوت ماكسيمم
اسف في اس ماكسيمم بتساوي الفي اوتبوت ماكسيمم 15، الاي في نوت مينيمم 1000، يبقى الماكسيمم فاليو بتاع دي 15 من 1000 يعني 15 ملي فولت. ايه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده يا شباب ان الطرفين بتوع الاوبريشن امبليفاير ار اوبريتنج ات ذا سيم فولتج. الطرفين اللي هم دول في 1 يعني في اس دي تكاد تكون صفر، يعني دي تنس تو زيرو. This means that two input terminals of the operation amplifier are operating at the same voltage. لأن الفرق بينهم أقصى 15 ملي فولت. يعني لو النقطة دي الفولت بتاعها 2 فولت يبقى دي 2.15 من 1000. أو 2 نقص منها 15 من 1000. يعني هو لما بيشتغل بيحصل الكلام ده. طبعًا ما تقوليش إيه؟ هنتناول حالات تانية خاصة، يعني ما تقوليش ايه انا حطيت النقطة دي على الأرض والنقطة دي اديتها 2 فولت، يبقى ازاي 2 شغالين؟ لا الحالة دي مش هندرسها قدام شوية. يعني أنت حطيتها امبوز كده، واحدة فيهم وصلتها بالأرض عمدا والتانية اديتها فولت. يبقى ازاي 2 شغالين؟ دي حالة تانية هندرسها. بس في أغلبية الأحوال الكونديشن ده متحقق. المبدأ التاني، المبدأ التاني يا شباب انني ايه؟ ان انا عندي هنا في اي اس، ان عندي زد انبوت تساوي في اس على اي اس. ده زد انبوت بتاعتي. الفي اس زي ما احنا لسه شايفين اهي، دي الماكسيمم بتاعها 15 ملي فولت. وزد انبوت دي في الرينج، زد انبوت اكبر من مينيمم، يعني اكبر من 1 ميجا اوم. وبما ان في اس الماكسيمم بتاعها 15 ملي فولت، يبقى الاي اس بتاعتي الماكسيمم هي في اس ماكسيمم على زد انبوت مينيمم. يعني 15 ملي فولت اللي هي 15 في 10 اس ناقص 3، دي 15 ملي على زد انبوت 10 اس 6 اللي هي 1 ميجا. يبقى دي كانها 15 في 10 اس ناقص 9، يعني 15 نانو امبير. فده معناه ايه؟ معناه التيار اللي بيدخل جوه الاوبريشن امبليفاير نيجليجيبل. المبدا الثاني
الانبوت كارنت اللي داخل جوه البيوس امبليفاير ده يوم، ما عدا حالات خاصة هكلم فيها قدام شوية. تعالوا نطبق المبدأين دول عشان نرسخ الفكرة دي ونشوف بيتطبقوا ازاي، المبدأين دول يتطبقوا ازاي، ونشوف اول ابليكيشن للايديال اوبريشن امبليفاير. هدوء يا شباب. بصوا يا جماعه ازاي هنطبق المبدئين اللي قلناه على الدايره البسيطه دي. اول مبدا قلنا ان التو تيرمينالز اوف ذا اوبريشن امبليفاير ار اوبريتنج ات ذا سيم فولتج، التو انبوتس اللي هم دي ودي. طيب هنا في واحدة من التيرمينالز واخدة ايه؟ زيرو. يبقى النقطة الثانية بالغصب النقطة دي واخدة ايه؟ النقطة دي واخدة زيرو. دي بنسميها عشان كده بنسميها فيرتشوال جراوند. يعني ايه؟ يعني رغم ان النقطة دي مش متوصلة بالأرض، الأوبريشن أمبليفاير هيخليها غصب عنها صفر. الاوبريشن امبليفاير هيخليها غصب عنها صفر. ليه؟ لان هنا احنا قلنا ان الجين بتاع النقطه دي عالي جدا، فالفرق بين الاثنين دول يكاد يكون صفر. يعني انت عمليا لو جيت تقيس حاجه زي كده ممكن تلاقي 1 من 100 فولت مثلا. فبناء عليه على هذا الكلام يبقى عندي الكرنت اي ده. حد يقول لي بقى الكرنت اي ده يساوي ايه؟ ها؟ ها؟ في انبوت على ار 1 لان النقطه دي صفر. المبدا الثاني بيقول لك ايه؟ ان الكرنت اي ده مفيش حاجه هتدخل منه جوه الاوبريشن امبليفاير، فيبقى هو نفسه ماشي فوق. هو يبقى هو نفسه ماشي. يبقى اذا دلوقتي النقطه دي اللي هي زيرو ناقص في اوتبوت بتساوي اي في ار 2. معنى كده ان في اوتبوت هتساوي ناقص اي في ار 2. الاي اللي هو ايه؟ يبقى ناقص في انبوت على ار 1 في ار 2. معنى كده ان في اوتبوت على في انبوت تساوي ناقص ار 2 على ار 1. ايه معنى الكلام ده؟ يعني انت لو حطيت فولت هيتعكس، اذا حطيت بوزر بيطلع ايه؟ نيجاتيف، وهيتضرب في الريشيو دي. طيب لو الريشيو دي نفترض يعني كاكزامبل ان في انبوت دي 1 فولت وار 2 على ار 1 ب 100،
والفي سي سي بتساوي 12 فولت. يبقى في اوتبوت حالي كام؟ حد يقول لي يطلع كام؟ يطلع ناقص 12 فولت. ليه؟ لان انا لو طبقت القانون هتقول 1 في 100، طبعا مش ممكن الفولت يطلع 100. الماكسيموم بتاعي مين؟ في سي سي، هي ناقص المفروض يعني في الحسبه ناقص 100 في 1، لكن انا اصلا الفولت لا يمكن يزيد عن في سي سي بالماينس، فيبقى ناقص 12. ودي بقى كوزاك، هنا في ليميتيشن. طبعا مش معقول انت هتحط النسبه دي ار 2 اقعد ب 1000 مثلا وما احط 1 فولت يطلع لي 1000 فولت، مفيش الكلام ده، دي مش محطه كهرباء يعني. ودي بقى كوزاك، فدي يبقى احنا استخدمنا المبدئين. هقول بقى اخر حاجه، ده بنسميه انفرتنج امبليفاير. الفولت دخل وتكبر بس اتضرب في اشاره. اتضرب في ايه؟ في اشاره. هندي الدايره الثانيه اللي هي نون انفرتنج امبليفاير. زي ما اتفقنا يا شباب ان الفولتين بتوع التو تيرمينالز لازم يبقوا نفس القيمه، فلو سميت هنا في داش يبقى هنا اسمها في داش، يبقى هنا في داش تساوي ايه؟ ها؟ زيرو. في امبوت، الفي داش هنا بتساوي في امبوت، يبقى النقطه دهيت جودا في داش بيساوي في ام. طب الكرنت اي ده يبقى بيساوي ايه؟ ها؟ في انبوت على ار2. طب الكرنت ده هو مين؟ كويس، بس الكرنت ده ايه علاقته بالكرنت اي اللي تحت؟ ها؟ الناس اللي ماشيين فوق دول يا واحد، يعني بس اعرف السبب يعني. انا مش هقول لكم تقعدوا غصب عنكم. يعني زهقتوا تعبتوا قولوا. اقعدوا انا خلص دلوقتي اقعدوا. خليكم معايا يا شباب. الكرنت اللي ماشي هنا ده قد ايه؟ الاي ده كام؟ ها؟ اتفقنا ده الكرنت اللي داخل جوه الاوبريشن امبليفاير، اتفقنا انه كام؟ زيرو. يبقى الكرنت اللي هنا هو مين؟ هو اي. يبقى الفي اوت بيساوي ايه؟ بيساوي اي في ار 1 زائد ار 2. واي اللي هو في انبوت على ار 2.
يبقى في اوتبوت بتساوي في انبوت على ار2 يبقى في اوتبوت على في انبوت بتساوي ايه؟ ايه دخل دي جوه بقت واحد زائد دي من اكثر الدوائر استخداما، دي ما بتغيرش الاشاره وكمان دايما امبليفاير. ليه؟ لان 1 بلس فاكبر من واحد، بينما دي ممكن تبقى تنقص حسب ار 2 و 4. فبالشكل ده انا عندي جين باستمرار. فدي نون انفيرتنج امبليفاير سيركت، دي دايره شهيره جدا وتستخدم كثيرا جدا. الموجة بيطلع موجة بالسالب بيطلع سالب وبيتكبر، واحد زائد R1 على R2. نكمل المرة الجاية إن شاء الله.